رئيس الجامعة وكل مكون الجامعة ساهموا من أجل حل الأزمة، لأن الرجاء هي القاطرة ديال الكرة في المغرب. ولذلك لما كانش هاد ليزانستونس سبورتيف اللي حلوا معنا، يعني هذه أمور اللي خصنا نقولوها ونقولها سونيلمون ونقولها باسم المكتب، بأنه كان عندهم دور مهم جدا بأجل حل أزمة فريق الرجاء الرياضي.